أصداء جداً، أستاذنا الغالي دكتور أحمد القاوي واللي هو أشهر من نار على علم فيلسوفي. أنا بحب هيك أعرف عنك. وطبعاً أكيد هو مؤسس بيت الفلسفة للفجيرة، وهذا البيت اللي يعني كان هو الأول في الإمارات، نتمنى له كل النجاح والتوفيق. العالم العربي. كمان بدي ارحب بضيفنا وضيف معرض ابو ظبي وضيف مقولون بلا حدود دكتور حسام الدين درويش، اللي حب انه يشاركنا بهي الفعاليات. مو حب، احنا حبينا يشاركنا. نحن كمان حبينا انه يكون معنا فرق. بالنسبه في الدكتور سليمان الظاهر رئيس قسم الفلسفه الاسبق في جامعه دمشق، واستاذ الفلسفه اليونانيه الاستاذ محسن السيده رنا كمان من الباحثين، وكانوا في ارث الدكتور محمد. خلينا نبدا قبل ما نبدا يعني الحوار، وقبل ما نبدا نترك الاستجال حول الاعتراف والذات للفيلسوفين، انا حابه اني اشير اكيد للنقله النوعيه بالاعتناء بالثقافه اللي عم تقول في الامارات، بحكم انه من 2007 شهدت هذا التطور اللي عم يصير، واللي عم تمحي فيه دائما للمزيد من الاضاءه والمزيد من الاشتغال على موضوع المعرفه وعلى بناء المعرفه الصحيحه. وانا كمديره دار نشر مؤمنون بلا حدود يعني شفت كل التشجيع مو بس بالمعرض بل بكل النشاطات اللي كانت يعني بتخص المعرض وخارج المعرض. هذا الشيء يعني بتمنى انه يثمر. وانا كمان هي السنه كانت اهم فكره اللقاء اللي بتصير بجناح مؤمنون بلا حدود، حبيت من خلاله انه يكون في نوع من التواصل بين المفكرين وجمهورهم، بحيث انه ما تتحول بس الافكار الموجوده بكتب الشهدويه حية ينطقون بها يعني مباشرة. بدي رحب فيكم. بدي أبدأ بما جاء بمقدمة كتاب في فلسفة الاعتراف لدكتور حسام. قدم للكتاب دكتور برقاوي، وقلت بالمقدمة عن دكتور حسام بأنه ليس مؤلفا تقبيشيا، بمعنى اللي بنفهمه هذا المصطلح او المصطلح الجميل يعني انه الدكتور حسام ينحت فلسفته بالاعتراف برؤى وبحثه الشخصي. الدكتور كمان احمد برقاوي من عده سنوات نشرنا له كتاب انطولوجيا الذات، وكان مخصص له فصل كامل سماه الذات والاعتراف. كون الدكتور حسام ليس تقميشيا يعني. وكون الدكتور ايضا البرقاوي كمان هو ليس تقميشيا وله في يعني في الاعتراف فلسفه. والدكتور حسام الدين درويش قال بعنوان كتابه في فلسفه الاعتراف، هذا يعني ان هناك عده فلسفات الاعتراف. اين يتقاطع مفهوم الدكتور برقاوي عن الاعتراف وفلسفته في الاعتراف، واين تتخالف مع اللي عندك؟ موجه للطرفين. تفضل. شوفي، تناول مفهوم الاعتراف في الثقافه العربيه يكاد يكون معدوما بالمناسبة. وإذا بحثت في تاريخ هذا المفهوم لن تجدي كتابا أو فصلا حتى حول الاعتراف في كتب كثيرة، لا تجد.
هلا الانتباه الى هذا المفهوم هو نوع من انواع اللمعه العقليه عند الفيلسوف. قد لا يعرف الفيلسوف لماذا لمعت في ذكري، لكن يستطيع بعدين ان يشرح ويفسر انه فكره الاعتراف هي المعيار الحقيقي، انا وجهه نظري المعيار الحقيقي للحديث عن حرية الكائن والاعتراف بالآخر. والمسألة التي نعاني منها على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج أننا لا نؤمن بحق الاختلاف، لأن الاعتراف تأسيسا على ما أنا أراه هو اعتراف بحق الآخر المختلف عني، دون أن يعني ذلك أنني أتبنى ما يؤمن به الآخر، لكن الآخر له الحق أن يعتقد عكس ما أعتقد وأنا كذلك. إذا ألغيت مفهوم الاعتراف من العلاقات البشرية يصبح المجتمع غاب. لماذا؟ لأنه كن مثلي، مبدأ عدم الاعتراف النقيض تبعه كن مثلي، وتنشأ العداوات. النقطة الثانية المهمة اللي انتبه إليها حسام مع حفظ الألقاب، ما هو تعرف طالبنا النجيب يعني، اللي أنا لم أنتبه إلى لم أنتبه إليها من جهة، ولم أجعلها محوراً من محاور كتابتي، لأنه أنا كنت عم أشتغل على الذات والاعتراف. مفهوم الاعتراف تناول حسام من زاوية أعم، كيف الآخر المختلف ابن الحضارة بعلاقته بالمختلف الآخر، يعني شو علاقة الأوروب فينا مثلاً، هذا شكل من أشكال العلاقة أو تعين لمشكلة الاعتراف، وقس على ذلك. اثنين، هو جعل من الاعتراف كتابا كاملا، أنا أفصل من فصول كتابي أنطولوجيا الذات. ولهذا النقطة اللي لازم نبرزها، أي مفهوم يا ست ميات، أي مفهوم يتعين انطلاقا من تناول الفيلسوف الخاص له، دركتي؟ وبالتالي كيف أنا أرى تعين المفهوم، ما هو فلسفتي حول المفهوم، وقس على ذلك. لذلك عدد الذين في كتاب الأوروبيين تناولوا مشكلة الاعتراف، لكن عندما تناولناه نحن تناولناه من زاوية مختلفة انطلاقا من الواقع المعيش، دون أن ننفي صفة الكلية عن المفهوم، إنما عينا المفهوم في حقله التاريخي والاجتماعي. يعني يستمع السؤال، خليني أقول أول شيء يعني تعليقا على مسألة، حتى في كتابك بتبدأ من ملاحظة لما تناولت مسؤول مفهوم أعلى من هيك أنتو إذا يعني في بداية الفصل اللي بيحكي فيه عن مفهوم الاعتراف الدكتور أحمد بيبدأ بمسألة إنه بملاحظة هي استغراب مع شيء الاستهجان، إنه بالفلسفة عموما يعني نادرا ما تتناول هذا المفهوم، لأن بالفلسفة بغض النظر عن القوميات يعني الأوروبية والعالمية، نادرا ما تم تناول هذا المفهوم، فإنه غريب يعني مفهوم غاية في الأهمية ويعني مؤسس للذات، ويمكن تقسيم العالم أو البشر كلهم إلى معترفين أو معترف بهم، ومع ذلك لم يتناول. فهنا يجب التمييز بين الفكرة والمفهوم. فكرة الاعتراف دائما موجودة، يعني بمعنى الناس التي تناضل من أجل يقر بحقوقها، الناس تناضل من أجل أن تحترم، أن تقدر، والحديث عن الظلم، عدم ذلك، هذا دائما موجود بالبشر.
لكن السؤال هنا لم تتحول إلى فلسفة، لم يتحول الفكرة إلى موضع للسؤال. ما الظلم هنا في هذه الحالة؟ ما الاعتراف هنا في هذه الحالة؟ إذن هذا يعني انتقال ظلم. وبالتالي هو انتقال الفكرة المتعينة إلى حالة المفهوم. تمام. هي أهمية الفلسفة. تمام. إذن هي لم تتحول إلى سؤال فلسفي يتناول فكرة. أيوة. نفسها ما؟ وهذا السؤال الأساسي. ما سؤال الماهية؟ سؤال الماهية. تمام. إذن هذه من ناحية أولى مسألة تاريخية الفكرة، لأن هناك في تاريخ فلسفة الاعتراف يعني فوكوياما يعود إلى أفلاطون، يعني يقول أن جديد فلسفة الاعتراف إذن تعود إلى أفلاطون. هناك أنا كانت أطروحتي في الكتاب أنها تعود إلى روسو، على الرغم هنا كمان أيضا تمييز بين المفهوم والكلمة، على الرغم من أن روسو لم يستخدم أي كلمة للدلالة على هذا المفهوم. إذن المعنى موجود، الفكرة موجودة بدون أن نستخدم الكلمة. كما يعني هون كمان تمييز بين الكلمة دائما والمفهوم. يعني مثلا بقول انه اول من طرح فكره العلمانيه في العالم العربي الحديث الاسلامي هو بطرس بستاني، رغم انه لم يستخدم كلمه علمانيه مطلقه، لم يستخدم اي كلمه، لكن تحدث عن الفصل بين الدين والدولي والدين والسياسي والى اخره. اذا المفهوم هناك موجود، الفكره موجوده من دون ان تكون الكلمه معبر عنه. بس احيانا في خلط كثير عندنا عند البحث عن الفكره، يبحثون عن الكلمه، تاريخ الكلمه، مع ان تاريخ الفكره ممكن مختلف. المساله الثانيه يعني اظنه يعني يترك من الاتفاق مسألة جوهرية أو تأسيسية فكرة الاعتراف للذات، يعني الذات هي ذات معترف فيها، بدون ما تكون معترف فيها يعني يصعب القول بوجود الذات. لكن غالبا بالفلسفة كان الحديث عن الصراع أو النضال أو الجهاد السعي نحو الاعتراف، ليس حديثا عن ذات مكتملة ناجزة معترف بها أو العكس. إذن هو نوس بين ذات مريضة مهووسة بالاعتراف، يعني بمعنى لا تحظى بأي شكل من التقدير الذاتي، يعني أظن ممكن نتذكر أن في ناس دائما بحاجة لمين يقدرهم، دائما بحاجة لمين يقول لهم أنتم منيحين، أنتم جيدين، أنتم كذا، لأنه بدون التقدير الخارجي ليس لديهم أي تقدير ذاتي. يعني هدول ناس عندهم نهم فظيع. لكن السؤال يعني إذا هي حالة مرضية، الحالة المقابلة، الحالة اللي تستغني فيها الذات، وهنا يعني هذا بصير سؤال، الحالة اللي تستغني فيها الذات عن الآخر تماما، لم أعد أنا بحاجة إليك على الإطلاق لأن تقدرني أو تحترمني أو تحبني لكي أقدر ذاتي أو لكي بمعنى في تقدير قيمة ذاتي، أليست بمعنى ما حال المرضي؟ لأن الذات يعني من ناحية حلو كتاب أنطولوجيا الذات، الكتاب أنطولوجيا الذات أنطولوجيا، أليس الذات هي دائما ذات مع الآخر؟ يا زين فأقول السؤال تفضل. ذكرت في كتابي أنطولوجيا الذات، ذكرت حالة شوبنهاور، ما بعرف إذا اتبعتوا له. شوبنهاور بيعتبر حاله فيلسوف كبير، وهو فيلسوف كبير، لكن المؤسسة الأكاديمية آنذاك في فرنسا لم تعترف بشوبنهاور. في ألمانيا. في ألمانيا لم تعترف بشوبنهاور، وصب جام غضبه على المؤسسة الألمانية الأكاديمية. بعد 30 عاما من نشر كتابه العالم إرادة وقوة اعترفوا بالكتاب، فكتب بعد 30 عاما فرحا بأنه بعد 30 عاما اعترفوا به كفيلسوف صاحب كتاب كذا وكذا وكذا. هلأ أن لا يعترف بشوبنهاور لا يعني أن شوبنهاور ليس مهما، فقضية الاعتراف لا تمنح الأهمية الحقيقية للكائن بالضرورة. يمكن للشهرة، ما هي الشهرة اعتراف، الشهرة شكل من أشكال الاعتراف، قد تجدي شخصا مشهورا لدى عامة الناس لكنه بالمعايير المعرفية والفلسفية ما له قيمة. طبعا لا تستطيع أن تواجهي الوعي العام المعترف بنقد لهذا المعترف به. النقطة الأهمية في الذات التي تبحث عن الاعتراف دون أن تنطوي على إمكانية تحقق الاعتراف، يعني ليس لديها ما يعترف به. بس إذا أنطولوجياً معنى أنطولوجياً أنه بطبيعة وجود كل إنسان
دائما لديه ما يعترف به. يعني أشكال الاعتراف الثلاثة: حب، تقدير، احترام. فكل إنسان بيستحق الحب، تقدير، احترام. أعطيك نموذج وحسام بيعرف هذا المثال. عندنا أستاذ فلسفي لا بيعترف فيه الطالب ولا الأستاذ ولا الموظف ولا أحد أنه ينتمي إلى الفلسفة. أي واحد بيناتهم عندي كتاب ويجهد جاهدا ولم يعترف به. صح يا سليمان؟ وسليمان يعرف طبعا، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه ما بصير يعني. أسماء، أسماء، وقد تكون أسماء عدة. طيب هذا عنده معاناة حقيقية، لكن هو وقع لأنه رضي أن يقتحم عالما لا علاقة له به، أنفا عن الآخرين، وكون وضعه كشخص يعمل أستاذا بالفلسفة انطلاقا من فكرة القوة. هو المفروض على الآخرين. هذا بيقودنا دكتور لمفهوم، ما هي خطيرة كتير. ذاك الشخص الذي يسعى للاعتراف، يسعى للاعتراف وليس لديه ما يعترف به، هذا بيقودنا للسؤال: مين اللي بيساعد بيساعدنا بالاعتراف؟ هل الاعتراف يحتاج الى سلطه ام يكفي ان يكون شوف اعترافا؟ ال- 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 الخطاب سلطه. شوفي، الخطاب سلطه، الكتابه سلطه، القول سلطه، ما هيك؟ ما هو الفيلسوف سلطه. مش الفيلسوف سلطه، ما هو معتبر حاله سلطه، اعترف سلطة، سلطة بمعنى بالمعنى الفوكوي للكلمة، معنى مش الفوكو، الخطاب سلطة، نحن ننتج الخطاب مش هي؟ طيب أنت مثقفة، لديك دار نشر مهمة جدا اسمها مؤمنون بلا حدود، سأنطلق من تجربتك. عندما تفكرين مهمومة بالهم الكلي تبحثين عن الخطاب المرتبط بالهم الكلي، هكذا أنا أفهم. طيب أنت تأتين إلى سين من الناس لتنشري كتبه، أنت اعترفت به. إذا جاءك شخص لا ليس لديه قدرة على أن يكون حاضرا، ما هو شو الاعتراف؟ حضور. أنت ترفضين ذلك، ليس كذلك؟ بهذا المعنى الاعتراف هو علاقة متبادلة بين الذات والآخر، وهناك معايير شبه طبيعية عند الناس. هلأ الكذب قد يؤدي إلى الاعتراف؟ هذا بيقول لنا شو هي حدود الاعتراف كمان؟ لا لا، الكذب ما هو ماذا، متى يؤدي الكذب إلى الاعتراف؟ عندما يظن أن الكذب صدق. بس هون يعني ممكن تنطرح مسألة الاعتراف ومسألة الحقيقة. هل الاعتراف هو إقرار بشيء أو بحقيقة أو بقيمة موجودة مسبقا؟ لكن إحنا إذا إحنا الفعل نفسه هو من يضفي قيمة على هذا. إحنا إذا لأنه مش تعيناته متعددة الاعتراف. الذات، أي ذات شئنا أم أبينا لدي نزوع نحو الحصول على الاعتراف بأي شكل من الأشكال، من أدنى شخص إلى أعلى شخص. شفت الآذين يتصرف أحيانا من أجل نيل الاعتراف، شيك؟ طيب إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، فأدوات الاعتراف متعددة. أدوات الاعتراف، أدوات نيل الاعتراف إذا بتحبي متعدد. هلأ هذا الاعتراف العفوي، إنه أنا عم بكتب ليس طمعا بالاعتراف، لكن أنت رأيت الكتاب هذا جديرا بالاعتراف، أليس كذلك؟ وفعلت فيه. فالحياة أعقد بكثير من مجرد إنه شخص حصل على الاعتراف لأنه ينطوي على إمكانية الاعتراف. أنا من خلال التجربة وأنت من خلال التجربة
أعطيك مثال على ذلك. هذا الرجل كان رئيس قسم الفلسفة في جامعة دمشق. جاءنا كتاب من الجامعة اللبنانية بشخص سارق مقالتين وناشرهم باسمه. أنا صارت نتيجة كثيرة. خليني أحكيكي بتفاصيل، يعني بالوقائع المعيشة. مقالين باسمه مسروقات، كشفهم واحد لبناني فأرسل رسالة إلى رئاسة الجامعة إنه هذا هيك، والمقالين مكتوبين عام 1925 من مستشرق. تذكر سليمان؟ تشكلت لجنة للتحقيق. هو ماذا يريد؟ يريد أن يترفع، أن يصبح أستاذا بمقالات مهمة، إذا هو ينزع نحو نيل الاعتراف. حقيقة بالأمر، فاكتشفنا أنه المقالين مسروقين. منيح؟ هل هذا بعد الانكشاف صار من الصعب أن يعترف به حتى لو كان لديه ما يعترف به؟ خليني أقول المسألة الاعتراف، يعني كمان تتوقف أنه يجب أن تعترفي بمن يعترف بك. بمعنى إذا جاءني الاعتراف من شخص أنا لا أصلاً لا أرى أن له قيمة، لا أرى أن له معرفة، تؤهده بأن يعترف بهذا. يعني الشخص جاء لي والله أنت فيلسوف عظيم، وهو ما بيعرف الفلسفة ولا بيحب الفلسفة ولا كذا، فيعني شكرا له اعتراف. يعني بس اعترافه بهون غير إذا الشخص مثلا عارف بالفلسفة وكذا. إذا خلينا أقول أن العلاقة التبادلية بهذا المعنى، يعني حتى بمعنى جدل السيد العربي، بس في كل طرف بيعترف بالثاني ليحصل على الاعتراف قيمة. لكن كمان ما بدي يكون تجاري بالمعنى السوقي، اعترف فيني لا اعترف فيه، يعني ما بتكون بالمقابل. ممكن انا اعترف بالشخص حتى لو ما اعترف فيه، بس هون ما ممكن كمان تقدير الذات تخلي عندي انا تخف درجات الاعتراف فيني. انا مجرد اني انا امنت بنفسي، ممكن امنت بنفسي، قدرت ذاتي، عرفت أهمية نفسي، بكون أنا هون. إذا وصلت لدرجة التقدير عالية، أنا ممكن إنه ما بيكون يعترف فيني أم ما يعترف. هاي فكرة دكتور أحمد. أنا برأيي إنه هذه الحالة ليست موجودة وينبغي ألا تكون موجودة. زين، مستحيل أن تكون موجودة ذات. يعني الطريف هون أنه ينهي الجملة، هذه الذات التي ليست بحاجة إلى اعتراف فيها مع حبها للاعتراف. وما الحب تقدير. إلا حاجة بمعنى تقدير. حبها للتقدير. إذا هذا الحب للتقدير هو شكل أشكال الاعتراف. يعني هذه الحب الذات المتخلي أو التي ليست بحاجة إلى أي آخر، هي مشكلة أصلاً بتكون. قيل لابن حزم الأندلسي، وما أدراك ما ابن حزم الأندلسي. قيل لابن حزم الأندلسي، وما أدراك ما ابن حزم الأندلسي. يشتبونك يا ابن حزم ولا ترد علي. لماذا؟ قال عرفونا فشتمونا، نحن لا نعرفه. وبالتالي الذات التي امتلأت بكل أسباب الحضور صارت في غنى عن توسل الحضور. نعم. امتلأت بكل أسباب الحضور. ولكن يسعدها. يسعد؟ ما في حدا ما بيسعد. لا ترد. أما مثلا حتى لو جاء نفي، يعني حتى لو شتمتي أنت، كان صديقنا صادق العظم ما يزعل من الشتيمة. تمام. وصفته انت وصف اطلاقا، وانا تصورت ما كان يزعل. لا لا، هلا لما صار السجال بيني وبينه بمجلة الناقد، انا قسيت عليه. هو ما عنده لغه عربيه قويه مثل لغتي، فانا استخدمت سلاح اللغه ضده. ما زعل، ولا انا زعلت لما هو هاجمني. ما زعلنا وضلينا اصدقاء مع بعض. هلأ هذا هو ممتلئ بأسباب الحضور، وبيعتبر أنه نقده جزء من حضوره.
جزء من حضوره، عرفونا فشتمونا، أما الآخرين الذين لا نعرفهم ويشتموننا فنحن لا نعرفهم، وبالتالي نحن في غنى عنه. هي ترجع للكلام اللي قاله الدكتور مسام انه من مين جاي الاعتراف. بالضبط، بس مو بس من مين، مو جاي من الاعتراف وعدم الاعتراف، بس كمان مفاهيم الاعتراف. لان الحديث هون كانه عم بيتم عن مساله التقدير بس، بس الاعتراف مثل ما بتعرف الاحترام، مثلا احترام الدولة او المؤسسات هلا هذا مستوى اخر. إيه هسه بقول هذا مستوى اخر، انه الانسان امتلأ لكن حتى التقدير، فلأقول كيف التقدير، يعني إذا أنت عملت عمل جيد مع شخص ما، نكران هذا يعني هذا الجهد يعني بيجرح إنسان الشخص الثاني، إذا قدر هذا العمل هذا انطلاقا من مفاهيم الوفاء، حتى من مفاهيم الوفاء وعدم الوفاء. بس هذا لكن مثلا إذا ناقشت النظام الدكتاتوري، ما هو؟ هو نظام عدم الاعتراف. النظام السلطة الدكتاتورية بالتعريف أنها سلطة لا تعترف بالآخر، والآخر هو بالنسبة إلها موضوع شك وسيطرة ونفي وإلى آخره، أليس كذلك؟ شو أهمية الديمقراطية اللي انتصرت في أوروبا؟ الاعتراف. لذلك لذلك كلما زاد الاعتراف بالحق زاد الصدق. أنا سوف أشير زاد الصدق مسألة خصوصا الاعتراف. الدكتور أحمد في كتابه يتحدث عن الذات والاعتراف على المستوى الفردي، والذات التي امتلأت فيها ليست باحثة عن الاعتراف، لكن موقع الفكرة هو الذي وسع المجال لكي يعترف فيها الآخر، لأنها أثبتت وجودها معرفية. يعني نحن الجالسين الآن نحوز على اعتراف متبادل، مش هيك؟ هذا المفهوم الذي أنا اعترف بالمعنى الفردي، الاعتراف بالمعنى الجماعي كما طرحه الدكتور حسام، الاعتراف معكوسا. نحن لماذا يهمنا مسألة الاعتراف؟ أنا أعتقد لأنه في خلفيتنا الفكرية في شيء من الانهزام أمام الثقافة الأوروبية التي حققت تقدم على المستوى العلمي، ولذلك نحن نبحث عن الاعتراف. آخر إذا كتب حول الاعتراف، إلى أي مدى هو يبحث أو إلى أي مدى يعترف بنا نحن؟ مثلا اللغة الروسية، الفلسفة العربية معناتها عربو يزيجنا فيلوسوفيا، الفلسفة المكتوبة باللغة العربية. حتى هيجل كومنتاتري أرسطوتيلا شراح أرسطو. اللي هنا الاعتراف أصبحت على المستوى الثقافي وعلى مستوى الوعي، ليس على المستوى. رينان ما اعترف فينا. حتى أرنست رينان ويقول حتى كل ما قدمه العرب في العصور الوسطى من فلسفة ليست إلا هي عبارة عن نقول عن أرسطو وعن أفلاطون و. وباقي الفلاسفة على فكرة الغزالي هيك كمان برأيه. إذن هذا السؤال يطرح عند لا هو في النتيجة أن الحضارة والوعي الأقوى هي التي تفرض نفسها على الآخر ليعترف بها، لأنه ساحة الوعي عندهم أكثر انتشاراً، وأثبت الحضارة الأوروبية وجوده وذاته، بينما نحن نبحث عن الاعتراف من قبل الآخر بنا. بس خليني بس الفكرة، لأنه أظن الدكتور عشان نربط مع الكتاب الدكتور. نعم. هلا الحديث عن في ربط بين السلطة والاعتراف، إذا الاعتراف بالسلطة هون، بس الحديث غالبا بكتابك عن السلطة القهرية، السلطة. هلا في أحيانا بالفلسفة تمييز بين نوعين من السلطة، السلطة قائمة على الإكراه، على الإجبار، على الإلغام، على كذا، لكن في سلطة قائمة على الاعتراف، الاعتراف الطوعي، مثل مثلا الطالب مع أستاذه، بدون ما إذا افترضنا أنه هذا الأستاذ لا يمارس أي نوع من الإكراه، لكن عن طريق المحبة والتقدير بيشوف الود بكذا ممكن يعترف فيه ويصير له سلطة عليهم، ليس لأنه يكرههم وإنما لأنه يتصرف معهم بطريقة. التقدير هو نوع من أنواع الاعتراف، الأم
الابوين مع الاطفال، اذا تصرفوا بطريقه ممكن يحظوا على الاعتراف الطوعي ليس القسري. السؤال هنا كانه في بتناولك العلاقه الاعتراف السلطه في بين قوسين تناول فقط للسلطه بوصفها اخضاعا وقسرا، وليست سلطه المبنيه اللي ممكن تاسس على الاعتراف، وهون العلاقه وثيقه. حتى في ثنايا السلطة اللي تنطوي على نوع من الحب هي سلطة فيها إكراه. كل سلطة هي إكراه. هلا في إكراه أنت محمول عليه، في إكراه أنت مش محمول عليه. ما إذا مو إكراه، إكراه المو إكراه. انتبه 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 صديقي، العلاقات البشرية، إذا نقلنا الاعتراف الآن للعلاقات البشرية، في سلطة أب أم لا؟ هو سلطة بالنسبة للابن، الابن معترف بسلطة أبوه ويكره سلطة أبوه، ما في مجال، صح؟ إذن هذه السلطة التي اعترف بها الطفل أو اللي كبر شوي أو إلى آخره، سلطة مؤسسة على العلاقة بين الابن والأب، لكنها ليست مؤسسة على حب السلطة هذه، لذلك يتمرد عليها، لذلك يتمرد عليها. هلا في شروط موضوعية قد تؤدي يصبح الاعتراف انطلاقا من بنية قيمية أخلاقية. الأم مثلا، الأم بالوعي العربي خاصة ذات تقديس خاص كتير، مبالغ فيه، لا تنطق عن هوا، اللي بدها يا أمي، إذا استخانت هي وزوجتي أنا مع أمي، ليش أنت مع أمك إذا مثلا لتراجع كل هذا اعتراف بسلطة تاريخية هي الأم، سلطة الأفراد المقدسين. الأيديولوجيا أكبر سبب لعدم الاعتراف والاعتراف الزائد أيديولوجيا. تعرفي أنه أنا مرة قلت بروسيا أنه لينين ليس فيلسوفا، ما اعترف في فيلسوف أنا، وكان موجود. قامت الدنيا ولم تقعد علي إلى أعلى المستويات. برقاوي قال ونوع من البرقاوي قال لينين ليس فيلسوفا. بتعرفش يعني لينين ليس فيلسوفا؟ يعني مثل ما بتسبي الرسول مثلا، كافر بسب الرسول بهذا. بما أنك جبت سيرة لينين، يعني بالفلسفة غالبا هلا حاليا يعني في اتجاه يساري، لديه بقايا ماركسية، ومع ذلك متبني هي قصة اعتراف. أقول مع ذلك لأن الماركسية أو اليسارية غالبا كانوا جماعة ماديين، اقتصاد، واقع اجتماعي، واقع متعين كذا، وهذا يفسر وهذا الأساس، غير هذا بغير كذا اجتماعي. صار نظرية الاعتراف حديث يعني عن جوانب معنوية، جوانب حب، تقدير، احترام. فيعني كيف جمعت بين هذين وأنت من ذاك عرفت كيف؟ فأنت فكرة الاعتراف أيضا ما هي مطلقة، أي اللي كنت يسألك ما هي مطلقة، لأي حدود فينا ما جملة من الشروط والأسباب قد تلغي الاعتراف، شيء ولا لا؟ ممكن تكون أسباب ذاتية، ممكن تكون موضوعية إلى آخره إلى آخره. بس هذا يعني يبقى في عقل الحق. ليش أنا بربط بين الحق والاعتراف؟ يبقى في حق الحق أن أعترف أو لا أعترف، حتى لو كنت مخطئ. هاي قضية ما عادت مهمة، حقي أن أعترف أو لا أعترف. لذلك على المستوى الفرد الذات، على المستوى الجماعة، على المستوى الدولة والسلطة، على المستوى المؤسسات، أنت تعملي في مؤسسة على المستوى القيمي، هذه المؤسسة مليئة بالناس اللي أنت بينك وبينها علاقات يومية، ما هي؟ إذا ما كان في حق الاعتراف بين أفراد المؤسسة، ما تلي هي قضية كتير مهمة خاصة في الوطن العربي. كيف حق الاعتراف؟ الحق في أن أعترف أو لا أعترف؟ ايه طبعا بالاخر لك، يعني الى تعينات على كافه المستويات، سواء كانت مثلا قيميه الجمال والاخلاق، مثلا القيم الاخلاقيه
والقيم الجمالية لكل مجتمع له خصوصيته في القيم الجمالية والأخلاقية. وشين هذا الاعتراف؟ ها؟ الاعتراف والتباين والاختلاف، هل يعترف الآخر بقيم مجتمع آخر مثلا؟ قال أنت كتبت أنا أفهم بأن الأكاديمية الفرنسية ما اعترفت بجريدة بالمؤسسة. هل يعترف الآخر تعرفين؟ ولا دخلت السوربون. هل تستحق ولا دخلت السوربون الاعتراف بها؟ هو جزء لا يجزء من وعينا وثقافتنا. يعني مثلا هلا اذا انطلقنا من حاله بس خليني اعطي مثال لانه حاله متعينه وامبارح كنا حكينا فيها. يعني ثقافه تبيح ضرب الطفل. هل ينبغي الاعتراف بالاخر المختلف لان اداء ولا فيش اشياء ممكن تمنع الاعتراف وعدم الاعتراف هو الافضل هون؟ شوف لا لا هذا حاله متعينه. لا لا حاله متعينه حاله متعينه ليس هي جزء من فلسفيا اذا بدك تحكيها فلسفيا الحق الاعتراف بالحق. وانا ذاتي كتبته مقال تالي بحيث لا يكون مقصوده ايذاء الشر بالاخر. إيذاء الآخر يعني أو يعني إحداث شر على ما. وبالتالي أنا حر في أن أعترف أو لا أعترف دون أن يكون مقصودي إيذاء الآخر إيذاء يعني على شر أنا والمؤسس أنا عرفتي كيف أنا لا أعترف فيك بأنك أنت كاتبة مهمة بس ما بروح بفتن عليك بقول هاي مش كاتب ولا تنشروا لهذا المقال وكذا مثلا. هذا السلوك صار عدواني. الاعتراف من شأنه أن يخفف من العدوانية بين البشر يا ستي وبين الشعوب. كان عندنا ندوة عن شجاعة الحقيقة. يا ريت حسام ما كان هون كان حضر. الغربي صعب يعترف فيك صح؟ جاي انه هو الفيلسوف في عنده مركزية اوروبية هو الفيلسوف اللي احنا كل المركزية هيك تلغي ايه بس احنا ما عندنا هذه المركزية تجاههم لانه مو احنا معترفين باهميتهم بس ما هم عرفتي كيف؟ هلا انا تعاملت كمركزية ايضا بالمناسبة أنا عملتهم بوصفي مركز وهم أطراف يعني رد فعل رد فعل على مركزيتهم مع أني أنا معترف فيهم لكن أنا ما قصدت أني أشوف حالي عليهم قصدت أقول لهم أنه نحن أيضا ننطوي على إمكانية الاعتراف من قبلكم. كان سليمان لكن هذه قضية تاريخية يا بنت قضية تاريخية إلى هلأ ما أنا معترفين بالسود ما معترفين بالزنود. كنت بس بدي أرجع للمفاهيم الثانية اللي نحن عودنا نسمعها بالسنوات الأخيرة غير الاعتراف. الاعتراف هلأ عم نحس أنه نحن عم نتجه للاعتراف مهم التسامح التعايش الإخاء هذول المفاهيم هاي كلها هل تغني عن الاعتراف أم الاعتراف هو الـ هو الـ هو الـ شوفي التعايش بلا اعتراف ما في تعايش بلا اعتراف. شو بدك أنت تتعايشي مع الناس دون أن تعترفي لها بالحق والوالا ما ممكن إطلاقا. هلأ فكرة التسامح فكرة التسامح كتير فكرة أخلاقية. الاعتراف مش فكرة أخلاقية فكرة وجودية ليعيش في حق المعترف بالناس تعترف بعضها. التسامح ممكن يكون في تسامح لذلك أنا مع دولة التسامح مش مع فكرة التسامح الأخلاقي. ما هي دولة التسامح؟ هي الدولة التي تساوي بين جميع الناس بمعزل عن الكذا والكذا 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 المعروفة هاي طبعا طبعا موجودة. هلا حسب المفهوم التاريخي للتسامح يعني يفترض انه برأي الاعتراف يحل محل التسامح لانه التسامح علاقات قوة انا اقوى منك
فأنت مالك حق عندي، بس أنا مع ذلك بسمح لك بالوجود. ليس الاعتراف هو إقرار بيحقق في الوجود. فالتسامح كان سابقا يتم مع المختلف على انه نحن نسمح لك رغم انه، ولا هذا مفهوم التسامح؟ نحن نسمح لشيء رغم، لذلك ارتبط التسامح، لذلك ارتبط التسامح بالمفهوم الديني، انه ما نسمح، لذلك ارتبط بالمفهوم الديني على فكره. يعني اهم شيء انه التسامح الديني، تعال نتسامح مع المختلف معنا دينيا، ما بنعترف بإلهه ولا بنبيه ولا شيء، بس بنتسامح معه. ما هي؟ بس لاحظ يعني فيلسوف التسامح البداية جون لوك هذا، إنه بس ما بنتسامح مع الكاثوليك لأنه عندهم بابا هدول سلطتين، وما بنتسامح مع الملحدين لأن هذا الملحد وأخلاق ما بيمشي الحال، ما عندهم أخلاق. فحتى هذا فيلسوف التسامح في البداية يعني ذكر حق إنه الآخر في إنه يكون كاثوليكي أو كذا أو يحظى بأي تسامح. لها سبب على مستوى الدولة، أنا برأيي إنه الفكرة تكون الاعتراف، اعتراف، اعتراف إنه أنا بعترف بحق كل الناس هدول إنه يكون مختلفين، لما مختلفين عرفوا إذا الإقرار بحق حق الاختلاف، إقرار يعني حق الاختلاف. الكلمة إقرار هو تصريح بحقيقة، يعني الإقرار تصريح بحقيقة، ما أنا بعترف بمعنى أنا عم بضيف شغلة من عندي أو عم بعطي بين قوسين بمنية، عم بقر بحقيقة مسبقا انه بقر بحقيقة انك انا حملت سلاح شيء تستحقين الاختلاف معي. انا حملت سلاح شيء، سلاحك ما شاء الله. شوف شلون بدي يطلق علينا طلقات، تفضل. كلمة سلطة، الكلمة سلاح، بس يعني انا لا لا بهالمعنى لا، عندما حاولت قتل انسان، حاولت انا كل مكان عبرت عن رايي، مو هيك؟ بحق الاختلاف والاعتراف انا لا اعاقب، بس انا عوقبت بحق عدم الاعتراف وعدم الاختلاف ضروري. هلا هون يعني هي سالت سؤال، يعني هو نفسه كان يطرح على مساله التسامح، سالته على مساله الاعتراف والفعل. يعني لو التسامح كان إلى أي حد فينا نتسامح مع المختلف، يعني إلى أي حد؟ هلا يعني كان السؤال، كان أحد الأجوبة إنه متسامح إلى الدرجة يعني إلا مع عدم التسامح. يعني واحد محتل أرضك ليش تسامح معه؟ لا ما مطلوب أصلاً. وهنا أنا بقول بالعكس، التسامح بحد ذاته ليس قيمة أخلاقية، ليس مبدأ أخلاقي. إذن هو يعتمد على أي السبب للتسامح، مضمون التسامح، غاية التسامح، مع مين عم نتسامح، درجة الغبن الذي نتسامح مع ظالم مثل ما عم بيقول عم يحتل أرضي وبيهاجمني وبيعتدي على أطفالي. هون التسامح يعني ما شغل سيء، التسامح تنطوي على ذنب أو جريمة أو شيء تكبد آخر بس حقيقي. قولي جاي بلا قولي كلمة التسامح تنطوي على آخر تكب بحقك ذنب، هلا ما على هو الذنب، من حق الإنسان يعني يخطئ، حق الإنساني أن يخطئ. سامح مثلا المسيحيين في بلدي، طب هم في اختلاف، اختلاف تسامح، اختلاف ايه. هلا انت هي وهنا هي الفكرة، ممكن تقولها يعني مسألة الحق مسألة تاريخية، يعني ما كان في الوقت اللي ما تسمحوا، ما كان في حق انه تختلف. يعني الحديث هنا عن لما انشاء الدولة الحديثة، الناس تماما كان الناس على دين ملوكهم، يعني الملك، يعني شو لما نقول فصل الدين عن هذا، ان الملوك هن اللي بيقرروا الناس شو بتدين، ما بقى يتدخل الكنيسة البابا ولا غيره في تقرير. فهذا المبدأ كان الناس على دين، اذا من حق الملوك انه تقرر، ما من حق هالناس انه هن يقرروا ديون، ومع ذلك ممكن نتسامح. هذا هي ما في إيذاء بالمعنى انه عم بيعتدوا، لكن انه انت ما بتوا يعني انت هلا التسامح ليش تجربه صعبه؟ لانه نحن بدنا نقبل انه ما نراه حقا وباطلا يتعامل نفس المعامله. يعني اذا انا مآمن بدين معين، يعني اذا انا مآمن بان المسيح لم يصلب، صلب قائم والصلب اساس المسيحيه، اذا شلت صلب المسيحيه بتبطل المسيحيه. اعتقد هنا عندك في مكان التسامح، ما هو تسامح، ما شو بدك تتعايش بدون ما تسامح معه؟ انا رايي فكره يعني مفهوم التسامح انا رايي ضعيف. الاعتراف هو التعايش، حتى التعايش، لان التعايش احيانا هي تعايش مع مشكله،
التعايش مع كذا من دون ما تتأسس كلمة التعايش أبدا ما بتتأسس على قيم. أنا عشت تجربة عدم الاعتراف بدولتي. الدولة السوفيتية كان الأيديولوجيا، أي شيء ضد الأيديولوجيا بيعرف هذا غير معترف به، إلى درجة أنه كان اسم الفلسفة المعاصرة اسمها سبرمنيا برجوازنا فيلسوفيا، الفلسفة البرجوازية المعاصرة. ها؟ وما في ولا كتاب مترجم تدي؟ يعني الثقافة أو الفلسفة بلا ترجمة ما فيها. يعني. كل ما قبل ماركس مترجم. روي ترجم بعد بروستويكا. يا سيدي أرنولد توينبي بدي كتابه بالإنجليزي. بالسكريتني أديت بسموه يعني القسم السري. كان كتب توينبي بالقسم السري. مشان تفوتي على القسم السري بدك موافقة رئيس اللجنة المركزية في الجامعة. نعم. وما بيعطوه إلا لواحد وما عطوه. ما عطوه. إذا نرجع للطريف اللغة العربية بهالمسألة، إنه الكلمة تحمل مفهومين. نرجع التمييز. كلمة تعرفوا بالإنجليزي في عنا recognition وفي عنا confession. إذا الاعتراف بمعنى وهون الفكرة. الاعتراف لما بتعلق بالآخر ده اعتراف شيء إيجابي. لما بتعلق فيني بالذات الكونفيشن هون بدا اول شيء سلبي، يعني ما بتقدر تعترف انا بعترف انه انا انسان عظيم. لذلك انا اشرت اليها في كتابي عن السيره الذاتيه. السيره الذاتيه هي بالاصل اعتراف، لكن احنا لا يمكن ان نذكر نواقصنا اطلاقا في السيره الذاتيه فلا نعترف. لهالسبب هلا بنضيفها لهالسبب اذا ربطنا مفهومين الاعتراف الكونفيشن مع ريكوجنيشن، عمليا الكونفيشن عم تكون سايد للريكوجنيشن. يعني الناس عم بيقولوا نحن عم نعترف مشان يحزوا على التقدير، مو لانه يقروا بخطاياهم، مو ليطلعوا حالهم سيئين. وانا طبقت هيك شعر روسو. يعني روسو انا كتب كتابه الاعترافات الشهير بده يقول انه حبوني وقدروني وشوفوا انا شاد عظيم. على الاعتراف بالكونفيشن ما يفترض تكون هيك، يفترض انه واحد بمعنى انه يقول انه انا سيء، انه انا يعني يكون عنده شوي يعني خجلان من حاله، مو فخور بحاله. لذلك بس تشوف الكتاب شعور بالفخر، يعني شعور انه حتى لما هذا بس تكون انه لكن 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 بيطلع بالاخير ما في منه. اقراوا مذكرات العرب كلها، مذكرات السياسيين العرب. لا هي ما اعترافات، هي يعني نحكي عن اعترافات. فهمت السيره الذاتيه؟ لا السيره الذاتيه هي اعتراف. لا لا الاعترافات هي فن يعني معنى نوع تاني. بس حتى الاعترافات حتى الاعترافات عم بتكون عم تمشي لا تحظى على التقدير. يعني ما